السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذه الفطيره الرائعه. ان شاء الله تابعوا معايا. بسم الله على بركه الله. عندي زليبه كيبقى الدقيق حسب الكميه اللي غادي تعمل. انا عندي المول، عندي الزليبه ديال الدقيق، عندي ملعقه ديال الخميره جافه وسكر حبيبات ضروري مع نص كاس ديال زيت المائده او جوج ملاعق كبار. هنا سكر حبيبات ضروري مع الخميره دائما. وعندي واحد الملعقه ديال الخل وقبصه ملح او الملح حسب الذوق. كيف ما كتلاحظوا غادي نجيب بيضه واحده، غادي ندير ولا غادي نضيف لهذا الخليط هذا بياض البيض فقط. اللي بغى يديرها مكمله يديرها، انا ندير بياض البيض فقط وصفر البيض. غادي نحتفظ به، عندي وصفه اخرى ولكن نشاركها معكم فيديو اخر ان شاء الله. هنايا غادي نحتفظ بصفر البيض وغادي ندير بياض البيض فقط. وعادي كما كتلاحظوا غادي نقوم بواحد 5 دقائق ديال نفتلو ولا كما كتلاحظوا. ونتمنى ان شاء الله اللي ما مشتركش في القناه وكيشاهدني اول مره، كما كتلاحظوا هذا هو القوام كما كتشوف. وغادي نديرو، اللي بغى يدير الحليب يدير، واللي بغى يدير هذا يسخنو ايضا الحليب ايضا سخنو. وهذا انا كندير غير الماء، كنعجن غير بالماء دافي ضروري اختي دفيه. وهكا اختي اخي، الا ما كنتيش مشترك في القناه ديالي وكنتي اول مره كتشاهدها، اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. كما كتشوفوا كنخليوها يرتاح واحد شويه ونعاودو نخدموها عاوتاني كيبغي شويه الدلك. وكما كتشوفوا خليته قاصح شويه انا باش كيعطي الطوع ملي كنجيو نبرموه ولا نخدمو به. هكا كنخليوه يرتاح واحد القسم ونخدمو به مباشره كيما تشوفوا معايا. هكا ضروري تعلكوه، واللي عنده العجانه احسن ما كتهنك من اي. وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله. هذا هو القوام اختي اخي كما كتشوفوا. غادي ندير ايضا واحد شويه ديال المارغرين او قليل من المارغرين كنديرها مني كنجي نجمعو. ضروري هاد المرحله هذه ديروا المارغرين باش كتجيكم مرقه من داخل الفطيره ديالكم على هاد الشكل هذا. غادي نديرها بشكل طولي كيف ما كتشوفوا. اللي عنده طبله واسعه ما بغيتش انا نزيد نقوي من الاحسن، قلت غير في بلاصه نيت نخدمها ببلاصه. وهكا خوتي خواتاتي زي كنبرمها على هاد الشكل هذا بواحد الشكل اللي هو طويله. غادي نديرها طويله وغادي نتابع كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي ندير خيط طويل وغادي نعاود كما كتلاحظوا كنديروا المارغرين. انا عندي كنت كنخدم بالجنجلان، عندي جنجلان طايح ولكن ماشي مشكل، حنا نديروا من الوجه ايضا جنجلان. اللي بغى يديره من داخل واحد الملعقه ولا جوج كيجي زوين. وكي كنشقوا هاد الفطيره ديالنا على جوج كما كتشوفوا. هي سهله سهله بزاف، كنخدمها غير بلاصه، واللي حاب يخدم على السطح كتجي احسن. قداش ما عطيتي الوقت للحاجه كتجي احسن. وهكا كنفتحها على جوج فقط باش تشوفوا، ولا نشارك معكم على هذا الشكل هذا كنبرمها ولا كنخدمها على هذا الشكل محربل. وكنشقها كامله حتى الراس. العجينه ديالها مطيعه تبارك الله ما شاء الله. وهكا خوتي خواتاتي كنشكركم بزاف بزاف داخل الوطن وخارج الوطن على تعليقاتكم وعلى الاراء اللي كتشاركوا معايا عبر التعليقات. وكنقول لكم شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. وهكا خوتي خواتاتي كنوجه لكم التحيه داخل الوطن وخارج الوطن. واي استفسار اي اسئله جات على بالك اختي اخي خلي لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وهكا خوتي خواتاتي كنتابعوا على هذا الشكل هذا كنديروا الحبل بحال شكل الحبل وكنعاودوا نجبدوه شويه ونعاودوا له العمليه كيف ما كتشوفوا. عادي نعاودوا ندير واحد صباع ديال المارغرين باش كنفتل، ما كنفتلش بالزيت ولا من احسن المارغرين باش كتجيكم مرقه، كتجيكم على شكل بتي بان من داخل. يعني كتجي تبارك الله ما شاء الله واحد القوام فيها رائع.
وهكا طويتها على جوج كما كتشوفوا اختي اخي هي مطيعه تبارك الله ما شاء الله. وكنتابعوا العمليه ديال الفتيل على تقريبا على 4، درنا جوج الاولانيين وعاوتاني طويناها على جوج وكنبرموها على جوج ايضا. وهكا كنديروا لها الرياس ديالها باش ما يجيش خارج. كنديروا المول، ديروا له اي مول عندك، حبيتي ديريها حتى شكل دائري ماشي مشكل اختي. وهكا كما كتلاحظوا كندير واحد البلاستيك اللي بغى يدير من الجناب يدير، كندير عفوا كاغيط ديال الطياب او كما كتشوفوا بابي كويسون ديال ورق الطبخ. وهكا غادي نتابع هنايا، غادي ندير واحد تشوفوا معايا اللي نغطيها واحد القسم ونعاود حتى المهم تطلع الخميره تبدا تخمر لينا وهي مغطيه. ضروري تغطيوها اختي اخي هنايا باش نتابعوا العمليه على هذا الشكل. هذا كنديروا شويه ديال العسل من بعد ما خمرات بدات كتخمر، زربت عليها اللي بغى يخليها اكثر بحال بحال جينا. وكنتابعوا العمليه ديال ندهنوها اللوجه ديالها بالقليل من العسل. سبق لي شاركت معكم عده وصفات ديال العسل تبارك الله كتدخل بزاف ديال انا سبق لي شاركت معكم الفيديو ديال العسل اللي حاب يشوف العسل تبارك الله. هذه كتجي لجميع الوصفات كنديروها ولا التغماس الفطور هي تبارك الله ما شاء الله. غادي نرجع معكم للفطيره، غادي ندهنوها مزيان ندخلوا ليها في هاد الحفاري هادو، ندخلوا ليا العسل مزيان. يمكن نجيبوا اي حاجه عندك حبيتي ديري السانوج او الجنجلان. انا غادي ندير الجنجلان كيف ما عادي نشارك معكم، هو هذا الجنجلان عندي ما غير مغسول يعني ما محمرش، فقط حقاش عاد ما ندخلوا للفرن كيتحمر في البلاصه. اللي حاب يديروا محمر ماشي مشكل، اللي بغى يدير السانوج ولا شي زريعه اخرى وندخلوا للفرن متوسط الحراره غير من الجهه الفوقانيه. وكيف ما كتلاحظوا صلى الله الحبيب عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله. هي هذه الفطيره ديالنا تبارك الله ما شاء الله، دير بها الكوتي ولا في الفطور تبارك الله كتجي احسن من الباكيت اللي هو كاين بعض الاحيان كيكون ضروري خصنا نديروا الباكيت، ولكن هذه كتجي عفوا احسن من الباكيت. وكيف ما كتلاحظوا هي مورقه تبارك الله ما شاء الله، كتجي يعني مفتوله على هذا الشكل هذا، وكتجي روعه ما شاء الله. واحد الرائحه ديال الجنجلان محمر مع يعني تبارك الله القوام اللي درنا. ونتمنى لفيديو ينال الاعجاب ديالكم خواتاتي، وهكا مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.